أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وصلي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة حديثنا في هذه الحلقة يدور حول موضوع في غاية الأهمية وسوف نلقي الضوء على هذا الموضوع رح يكون الموضوع مجد الشهداء أو الاستشهاد في المسيحيه. طبعا رح نلقي الضوء عن يعني من هو الشهيد حقيقه وما هو مفهوم الشهاده ونسمع الكثير والعديد يقول اريد ان اموت شهيدا وايضا ما هو الدافع للاستشهاد وهل يامر الله بالموت وكيف ينظر الله الى الموت والشهاده. كل هذه الأسئلة بنعمة الرب سنجيبها في هذه الحلقة رح أتكلم يعني أول فترة عشرين دقيقة حتى نوضح هذا الموضوع وبعدها رح نستقبل المكالمات إذا عندك أي مداخلة أو أي استفسار منحب نسمع منك بحب في البداية أقرأ من كلمة الله من الكتاب المقدس من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الحادي عشر وهذا يسمى إصحاح الإيمان اللي بيتكلم عن سيرة وحياة أبطال الإيمان رح أبتدي من آية 32 مكتوب وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود اطفاوا قوه النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء اخذت نساء امواتهن بقيامه واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجال لكي ينالوا قيامه افضل واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزه معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد اتسبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطام مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكروا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. اسمحوا لي ايضا ان اقرا من سفر اعمال الرسل عن الشهيد الاول شهيد المسيحيه واحد من الخدام السبعه الشمامسه السبعه شخص اسمه استيفانوس. واستيفانوس بيتكلم في ايه 54 من بعد ما تكلم واعطى لمحه عن التاريخ عن مخطط الله لمجيء يسوع المسيح امام رؤساء اليهود شوف رده الفعل فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسد اذانهم وهجموا عليه بنفس واحده واخرجوه خارج المدينه ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه واذ قال هذا رقد يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا احبائي ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة وحديثي في هذه الحلقة عن مجد الشهداء الاستشهاد المسيحي وهذا الموضوع مهم جدا ولسيما في هذه الأيام نسمع العبارات في كثيرة حتى على شاشات التلفزيون اعلان وولاء لمنظمه مثلا ارهابيه وافعل هذا حتى اموت شهيد. وطبعا عقول الناس عم تتلخبط، هل فعلا الله ينظر الى هذا الشيء؟ وهل الله يريد قتل الابرياء؟ وهل الله هو اله يرتوي او يحب ان يرى دماء الابرياء؟ هذه اسئلة صعبة جدا، والناس والشباب لما بيفقدوا كل رجاء وكل امل ولا سيما لا يوجد رجاء بالحياة الأبدية ولا يوجد أمل بالسماء، فيقوم في أي شيء ممكن يعمله إذا كان الموت هو الوسيلة اللي بقودني إلى الجنة، وهذه مغلوطة ومعلومة طبعاً شيطانية خليني أسمها أسميها بكل صراحة إنسان يستمتع بالموت ليس لأي سبب آخر ممكن يقتل أبرياء كثيرون على أساس أن يروح للجنة وإحنا منتابع الأخبار اللي حدث في أورلاندو واللي حدث في باكستان واللي حدث في تركيا والتفجير الأخير في العراق اللي راح ضحيته يمكن 250 ومئات من الجرحى وكل لماذا حتى يقتل الأبرياء حتى ينال طبعا أو يحصل على الجنة وهذه طبعا المعلومات اللي عم تنتشر في هذه الأيام ففي مغالطات كثيرة ومفهوم خاطئ لكلمة الشهادة إخوتي وأخواتي دعوني في البداية أقول إنه المسيح رسالته واضحة جدا قال آه السارق الشيطان يعني لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك اما انا اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل فرساله المسيح هي رساله الحياه لان فيه كانت الحياه وهو الذي قال انا هو الطريق والحق والحياه انا هو القيامه والحياه انا هو خبز الحياه وتكلم عن الارتواء الحقيقي كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا اما الماء الذي انا اعطيه فواضح انه بيتكلم عن امور روحيه رساله المسيح رساله الحياه رساله الشيطان واعوان الشيطان واولاد الشيطان هي رساله الموت رساله السرقه رساله الدمار ورساله الهلاك ايضا والمسيح كان واضح جدا في تعليمه. المسيح تكلم عن الالام وقال ان اراد احد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ثم قال طوبى لكم اذا اضطهدوكم وعيروكم بل تكلم انه سياتي وقت انهم سيقتلونكم يسلمونكم في المجامع ويقتلونكم وكانهم يقدمون خدمة لله يعني القتل باسم الدين وهذه نبوة المسيح عم بتتم عم نشوفها في هذه الأيام احنا مش بس نتكلم على الموت الاستشهاد اللي كان في قديم الأيام الكل بتابع شاشات الأخبار عم نشوف المسيحيين اللي بتموت في باكستان أو في أفغانستان أو في أماكن عديدة ولا ننسى طبعا الفعلة الرهيبة التي حدثت في ليبيا 21 شاب مصري وقادوهم للموت وهم طبعا يعني يطلبون الغفران لقاتليهم وعندما تحدثنا الى الاهالي ايضا غفروا لهؤلاء القتله. فاذا تعليم المسيح واضح جدا انه ليس التلميذ افضل من معلمه ان كانوا قد فعلوا في العود الرطب فكم بالحري سيفعل بنا فإذا الرب يسوع تنبأ عن الآلام وتنبأ عن الاضطهادات وتنبأ عن الضيقات عن ضيقة عظيمة سوف تأتي وتنبأ أن أتباعه فعلا سوف يقتلون وهو الذي قال لا تخافوا من الذي يقتل الجسد فإذا هذا الشيء كان متوقع لكن أعطى تعريف بيختلف مفهومه عن أي مفهوم آخر قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إنجيل يوحنا إصحاح 12 فالسؤال لماذا يجازف التلاميذ بحياتهم؟ هل لأجل خدعة؟ هل من أجل كذبة؟ ان المسيح لم يقم من الاموات لان رساله التلاميذ هي رساله القيامه ان المسيح فعلا قام من الاموات وان المسيح منتصر قهر الموت وصرع اهوال الجحيم والهاويه وغلب الشيطان وسيرنا في موكب نصرته في كل حين ايعقل ان التلاميذ يموتوا من اجل خدعه من أجل كذبه أن يقولوا أنه شافوا الرب وهن ما شافوا الرب أيعقل أنه آلاف مئات الآلاف تموت من أجل كذبه وهؤلاء الناس تغيرت حياتهم تغييرا جذريا كثير من المؤمنين جاءوا من خلفية يهودية لكن الأكثر جاءوا من الأمم ومن العادات الوثنية والممارسات الوثنية أيضا أيعقل أنهم يموتون من أجل خدعة ومن أجل كذب أن المسيح لم يقم من الأموات أحبائي التلاميذ قتلوا من أجل الشهادة لم ينكروا إيمانهم في أصعب وأحلك الظروف والأوقات بل رفضوا أن يقدموا العبادة للآلهة الوثنية بل رفضوا أن يقدموا إضاءة الشموع للأباطرة الرومان أو أن يقدموا البخور والسجود لهؤلاء الأباطرة بل إيمانهم مبني على أساس راسخ غير متزعزع قلعة حصينة لأنهم فعلا رأوا الرب الحي رأوا الرب المقام وهذا قادهم أن يتحملوا شتى العزبات وكل وسائل التعذيب وهذا ان دل على شيء بدل وببرهن على صدق اقوال يسوع المسيح لاتباعه لم يقل شيء لم يفعله فهو الصادق والامين ايضا احبائي مكتوب ايضا جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى لاجل المسيح يضطهدون وبيتكلم الرسول بطرس انهم يضطهدونكم لانه مش عم بتوافقوا على يعني نضطهد كفاعل شر لانه مش عم نوافق على نظام هذا العالم وعلى اسلوب الشر الذي يسود ويسير في هذا العالم ايضا لكن من خلال الموت دعني اقول انه ازدادت اعداد المؤمنين من خلال موتهم اكثر من شهادتهم باقوالهم واكثر حتى من المعجزات التي اجريت على يدي التلاميذ. وهذا ان دل على شيء بدل على مصداقيه دعوه المسيح ومصداقيه رساله بل ارساليه يسوع المسيح، شخص يقتل من اجل ايمانه، فالسؤال من هو الشهيد؟ شو يعني شو المواصفات؟ شو الخصائص اللي ممكن نحكيها عن الشهيد؟ أولاً أحبائي الشهيد هو فعلاً الذي يموت، يعني ما فينا نقول شهيد إلا إذا مات فعلاً، إذا قتل فعلاً. ثم الشهيد أن يموت وهو يشهد عن إيمانه وإتباعه ليسوع المسيح، وخليني أتكلم بصراحة أنا اليوم بتكلم عن الشهادة من اجل المسيح وليس مجرد خرافات مصنعه ولا مجرد اقوال تقال هنا وهناك اريد ان اكون شهيد في مواصفات في المسيحيه الشخص الذي يموت يشهد عن ايمانه بيسوع المسيح وان يقتل هذا الشهيد طوعا بدون ان ينكر يسوع المسيح واحنا قرانا عن الشهيد الاول استيفانوس استيفانوس كان بيشهد بأقواله وبأفعاله كان مليان بالقوه كان مليان بالحكمه كان مليان بالايمان كان مليان بالكلمه كان الله يجري على يديه ايات ومعجزات خارقه لم يقدر ان يقاوم الحكمه التي كانت في استيفانوس وعندما سرد تاريخ شعب الله في القديم ومعاملات الله لكي يصل إلى لب القصيد وإلى الرسالة الجوهرية اللي عاوز يوصلها لرؤساء اليهود حنقوا ويعني كان عندهم حقد وكراهية وصروا بأسنانهم وأخذوا استفانوس طبعا خارج الأسوار لأن الحاكم في تلك الأيام ما كانش موجود في أورشليم استغلوا هذه الفرصة أن الحاكم موجود في سوريا أخذوه خارج الأسوار وعادة الرجم يقيد الشخص وراء ظهره ويلقى من سفح يعني طوله حوالي تقريبا طولي على مساح يعني حوالي يعني إذا أنا ست أقدام 12 قدم يكون العلو يلقى إلى الأرض والأرض عندنا محجرة صخرية وتبتدئ الحجارة تنهال عليه من فوق إلى أسفل حجارة تأتي على رأسه على فمه على جسده وتخيل معي الآلام المبرحة والعذاب الشديد لكن ماذا فعل؟ مكتوب أنه رأى مجد الرب ويسوع المسيح قائم عن يمين الله هذا إن دل على شيء فعلا بدل أن المسيح صعد إلى السماء وأنه حي في السماء وهو يقتل شو اللي بيخلي انسان بقول انه شاف يسوع المسيح وعم بيرجم يعني مش عم بحس الحجارة عم تنهال عليه عمل شيء شجاعي جثى على ركبتيه وقبل ان يسلم الروح صرخ يا ابتاه لا تقم لهم هذه الخطية ولاحظ اتباع المسيح يتشبهون بالمسيح من قال هذه الكلمات اكيد طبعا صح كلامك المسيح قالها على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وها نرى استفانوس يصرخ ويقول وهو يرجم يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطية لم يطلب الموت لأعدائه لم يلعن لم يشتم لم يعني يقاوم وهو يرجم عم بيطلب الغفران لصالبي فإذن ستيفانوس على فكرة لم يمت بسبب الكراهية لأعدائه هاي نقطة كتير 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 مهمة ما ماتش لأنه بيكره أعدائه على النقيض عم بيغفر لأعدائه فإذا ليس الشهيد إذا مات بمرض أو مات مطعون أو غريق أو حريق أو ضحية بسبب ظروف معينة ممكن تكون دينية وممكن تكون سياسية وممكن تكون اجتماعية أو إذا مات بسبب خناقة يعني أنا بعرف في بلد كان في عيلتين بيتقاتلوا مسلمين ومسيحيين والعيلتين بعدين كل البعد عن الله والمسيحي قتل المسلم وعملوا له مزار طب ما هو عم بيتعاطوا مخدرات كيف وصفت انه هذا اللي مات هو الشهيد على اي حق على اي اساس فاذا الشهيد ليس اللي بموت باجل خناقه مع شعب من شعب اخر او بيعمل عمليه انتحار ولا حتى الذي يعرض نفسه للموت يعني هذا بموت بدون قيمه بدون ما يفهم قيمه النفس واهميه النفس في نظر الله ممكن يموت لانه مثلا ضحيه شيء معين لكن هذه ليست الشهاده، يعني ممكن مات اه بسبب ضحيه بسبب ظرف، لكن هذه مش الشهاده. ممكن عم بفجر نفسه مع الاعداء وقتل الابرياء. عندما قتل شمشون نفسه مع الفلسطينيين القدماء هذا لا يعني انه مات شهيد نقول عنه، لا. الله تعليمه مش هذا التعليم. ليس لسبب تعصب ديني. يعني في ناس عم تعمل عمليات انتحاريه باسم الله اللي عم تشوفه اليوم داعش واحزاب اخرى ارهابيه عم بتقوم باعمال قتل الاخرين بسبب انه لا يتفق معه بالعقيده والاغرب انه ممكن يقتل كمان مسلم مثله لكن لا يتفق معه بنفس القناعه ولا بنفس العقيده فاذا هؤلاء اللي بموتوا على فكره بحطوا متفجرات وبيقتلوا ابرياء هؤلاء يعني نزولا إلى الجحيم وعذاب أليم من الشياطين يعني الشياطين راح تأخذ فعلا وقت أنه تعذبهم أكثر من أي شخص آخر بحب أنه أي شخص بيسمعني يعرف هذه المعلومة لئلا يتفاجأ عندما يواجه الله يرى أنه في جحيم الجحيم بل في قاع الجحيم لذلك احذر من هذا الأمر انتبه من هذا الموضوع تقتل ناس أبرياء وبعدين بيقدموا الحلويات ويقولوا إن هذا شهيد لا إنه قاتل يستحق السجن وإن قتل نفسه يستحق العذاب لأنه خلى عائلات كثيرة تحزن خلى عائلات كثيرة تبكي خلى عائلات كثيرة فعلا تنضر من آباء وأمهات وإخوة وأخوات إلى آخره بعض الناس أبطال لكنهم ليسوا شهداء أحبائي ممكن يكون بطل لكن مش شهيد أو إذا قتل لأنه تابع عقيدة معينة أو عقيدة أخرى أو يقتل شخص لأنه يتبع عقيدة أخرى هذا ليس شهيد لازم تدرك أنه قيمة النفس غالية جدا تعرفوا لما الرب يقول لا تقتل في الوصايا العشر هاي الوصية أعطاها قبل الوصايا العشر الرب اعطاها من بدء لما قتل قايين اخوه هابيل وتوضحت اكثر بعد الطوفان حكى وحسم الامر بهذا الموضوع ان القاتل يقتل لان سفك الدم البريء يجلب اللعنه على البلد. احبائي المسيحيين اللي بتسمعوني خلينا نصلي من اجل بلادنا. في كتير بلاد عليها اللعنه، عارفين ليش؟ بسبب سفك دماء الابرياء الرب ينقي والرب يطهر والرب يفتقد والرب يزور بلادنا احبائي انا عاوز اواصل في هذا الموضوع لكن آه رح آخذ هذا الفاصل حتى تفكر آه شوي واذا عندك سؤال انا بحب اتواصل معك ايضا اهلا اعزائي المشاهدين خليني استكمل حديثي عاوز اقول ايضا انه الشهيد الحقيقي لا يقتل نفسه لا يقتل نفسه الشهيد الحقيقي لربما يتالم من الاذى ومن العذاب لكنه لا يؤذي بالمقابل ولا يرد بالمقابل او ينتقم لنفسه انا بتكلم على الشهاده المسيحيه الشهيد الحقيقي لا يطلبون الموت لكن يقبلونها بصدر مفتوح برحبه في الموت عندما يأتي مثل ما رأينا في شهادة استفانوس وقرأت من الرسالة إلى العبرانيين بيتكلم عن أبطال كثيرون أبطال الإيمان طبعا في أبطال المشرفة أسماءهم لامعة وفي أسماء فعلا مش مشرفة لكن برضو صاروا أبطال إيمان لأنه فعلا لمستهم النعمة الإلهية بقول الكتاب ولم يكن العالم مستحقا لهم بيتكلم عنهم قتلوا نشروا رجموا عزبوا إلى آخره إذ لنا سحابة من الشهود سحابة من الشهداء ما هي نفس الكلمة كلمة شاهد تعني شهيد مرتيريا نفس الكلمة هذه السحابة من الشهود الشهود الذين قدموا حياتهم شهادة للمسيح باستشهادهم ليسوع المسيح فاذا رحبوا بالموت لكنهم لم يلعنوا الاعداء ولم يردوا بالمقابل او ينتقموا ولم يشتموا او يجدفوا او يتكلموا كلام جارح على الاخرين لا يموت طبعا بسبب الكراهيه في ناس فعلا بتفجر نفسها ليش بتفجر نفسها؟ لانه عندها كراهيه للعدو لكن الشهيد بموت من نابع المحبة لا ما سبب آخر سوى أنه فعلا يحب المسيح انحصر في محبة المسيح انسكبت محبة المسيح في قلبه بالروح القدس ما عادش عنده ناس يكرهها لأن المسيح قال أحبوا أعداءكم أصلا المؤمن لا يكره أي إنسان نكره أعمال الظلمة ومنوبخها والأعمال الشريرة بنرفضها ومنصلي ضدها وفعلا منصلي كمان رب يقطع الشر والأشرار من الأرض لكن الله عنده يوم لكن أنا مش باخد حق بإيدي وبعدين أقول أنا شهيد فهذه خدعة كبيرة من العمود العدو فإذا لا يموت بسبب الكراهية للعدو لكنه يموت من نابع المحبة للمسيح يموت لأنه يشهد للحق يموت لأنه في محبة عميقة علاقة حميمة بينه وبين يسوع اللي بيسميها الكتاب المقدس التشبه بيسوع المسيح قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وقال القديس ترتليان ترتليانوس واحد من آباء الكنيسة إن دم الشهداء هي بذار الكنيسة فالسؤال ما الذي يدفع المسيحيين حتى يتحملوا أشد العذابات أهوال العذابات اللي لما الإنسان بفكر فيها أو تصيب الإنسان بالهلع إنه مجرد يسمع عن هذه العذابات شو اللي بخليهم يتحملوا مرة أخرى المحبة عارفين الصليب هو علامة المحبة لأن الصليب فعلا غلب قهر الهاوية وغلب الموت وصرنا احنا منتصرين. الامر لم يعد يتعلق بالجسد لان الكتاب يقول لا تخافوا من الذي يقتل الجسد بل احتمال الالام اصبحت هبه روحيه يعني هي موهبه يعني بقول بولس الرسول لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، اعطيت يعني عطية من الله لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله فهذا فعلا اللي بتقود الإنسان بتعرفوا المسيحية ال 11 تلميذ مات تلميذ يوحنا بوليكارب بوليكاربوس في منطقة إزمير اليوم في تركيا في سميرنا قتل الكتاب يتكلم عن جستنيان اسمع قال أمام الإمبراطور والمعز حتى لو قطعت رؤوسنا ونصلب حتى لو ألقيت أجسادنا للوحوش المفترسة أو نلقى لنحترق في النار أو نواجه كل أنواع التعذيب لا نترك إيماننا بقدر ما نعاقب بقدر ما ينضم أكثر إلى الإيمان المسيحي بتعرف كل واحد كان يموت سبعة كانوا يأتوا إلى يسوع المسيح المسيحية ما انتشرت بالسيف المسيحية فعلا ماتت من أجل محبتها يعني اللي ماتوا من أجل محبتهم ليسوع المسيح المؤرخ الكنس المؤرخ المسيحي يوسابيوس تكلم مش بس عن الرجال يعني تكلم عن اضطهاد شرس وبيتكلم عن حقبات الاضطهاد، لكن حتى من خلال الاضطهاد اعطى فرصه أن النساء كمان كن كانوا كنا يناضلنا ويواجهوا اشد العزبات، بل كانوا بيمشوا مع اولادهم يقولوا لاولادهم ما تخاف رح تموت تغمض عين رح تكون بالسما مع يسوع المسيح، شو اللي خلى عندهم هذه القناعه نساء تتحمل اشد العزبات وتواجه اشر اشر الاضطهادات فعلا أسماءهم كتبت طبعا بمعارك الشرف وأسماء الشرف في كل مكان لدفعوا الدم الدم الباهظ طبعا في كثير ماتوا في المغرب والجزائر وتونس اللي هي كانت قديما شمال افريقيا قرطاج وكل هذه اللي كانت مهد الحضاره المسيحيه اللي نبعت منها المسيحيه الاف عشرات الالاف ذبحوا ذبحا لانه رفضوا انه ينكروا يسوع المسيح وهكذا احبائي في اسيا الصغرى في روما ابتداء من ايام نيرون والى اباطره الى ديكليديانوس حتى بتكلم التاريخ عن مار جرجس معروف كثير في الكنيسه الشرقيه اللي ولد في كابادوكيا وكان شخص شريف ونبيل وكان محارب شجاع وبعدين لما ابتدى دقلديانوس يحط عزبات شرسة ضد المسيحيين وقف ضد الفرمان ضد هذا التصريح ووقف أمام الإمبراطور والنتيجة أنه السجن وحتى في سجنه تعذب أشد العزبات وفي سجنه كان بيشهد وكان بيربح كان بيربح الوثنية ربح ساحر ربح عاهرة، ربح اشخاص كثيرون وهو يشهد بالسجن، واخيرا قطع راسه لتكمله شهادته باقواله يستكمل هذه الشهاده بدمه حقا دم الشهداء هي بذره الكنيسه. يعوزني الوقت ان اتكلم عن الكثير احبائي، نابع من محبه عميقه ان نتشبه بالمسيح. شو اللي بخليهم يتحملوا المحبه؟ احتمال الألم لأنها هبة روحية من أجل يسوع المسيح يقول الكتاب كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة بيتكلم عن الألم اللي أصبح شرك مع الرب إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألم يعني إحنا عم نشارك بآلام المسيح ليه الإنسان بيتألم مش بس من محبة مش بس إنك تتعاطف مع يسوع المسيح وبتتعاطف مع إخوتك في جسد يسوع المسيح أنت مخلوق سماوي أنت من فوق أنت مش من الأرض فإذا وطنك سماوي إحنا على الأرض مع أنه إلنا وطن لكن برضو وطننا هو السماء نحن غرباء ونزلاء نطلب ما فوق اهتمامنا ما هو فوق جنسيتنا وطنيتنا سماوية سيرتنا هي في السماوات نكنز للسماء نجهز للسماء هذه حياة المؤمن تعرف أحبائي الشخص الذي يضطهد الرب وعد بالمعونة والرب وعد بالبركة والرب وعد بالثمر الكثير من خلال الاستشهاد سأخذ هذا الفاصل وبعدين نفتح رقم نفتح الهواتف وبحب انه يعني تسالوا اسئلتكم او اذا عندك اي مداخله ساعود بعد هذا الفاصل اهلا اعزائي المشاهدين احنا بنشاهد طبعا نور ليكن نور وبنفس الوقت عم نتكلم عن مجد الشهداء عن الاستشهاد المسيحي انا حكيت وممكن اشارك اكثر لكن بحب اخذ بعض المكالمات خليني اخذ المكالمه الاولى من جورج من كندا تفضل اخ جورج انت معنا على الهواء اخ جورج اهلا وسهلا انت معنا على الهواء سلام الرب يسوع معك اخ نزار انا بشكرك على البرنامج الحلو بركة الرب اه كمد بدي اقول لك اخ نزار كتعليق انه اه الشهاده الاولى التي قدمت والتي كانت لنا مثالا في السماحه والمحبه والعطاء كان الرب يسوع نفسه عندما قدم نفسه على الصليب وكان مثالا خالصا في انه ال ال الايدي التي خلقها وصنعها والافواه التي خلقها وال وال والناس الذين عذبوه ولطموه وبصقوا في وجهه سامحهم سامحهم آآ بدون بدون اي ان يدينهم فكان لنا مثالا خاصه لنا نحن بعد ان كنا بعد ان نسلك في في طريق الرب يسوع الشيء الثاني اخ اللي بدي اقوله الو انا معك تفضل اخ جورج أه، الشيء الثاني اللي بدي اقوله انه نحن كمسيحيون نحن فالحب التي تموت والتي تاتي بناتج نموت من اجل الاخرين لكي نحن الاخرين مم. ليس كاخوتنا ال الاحبه المسلمين مم. الذين يعتقدون بانفسهم انهم يفعلون شيئا لله باسم الله يموتون ويقتلون لا، ليس فقط يقتلون انفسهم يقتلون الاخرين فلا فلا حياه في الشهاده الشهاده التي نحن نموت من اجلها هي شهاده من اجل الاخرين ان يعيشوا وهي الشهاده الحقيقيه نعم. التي تكلم عنها الرب يسوع اشكرك شكرا جزيلا اخ جورج وربنا يباركك شكرا على هذه المداخله خليني اخذ مكالمه من تونس اخ منصور اهلا وسهلا فيك تفضل انت معنا على الهواء او منصور اسف من اوروبا اخ نزار اهلا وسهلا اهلين حبيبي انا بس حابب اعمل معك مداخله تفضل بس اقول لك انه نحن تزعلش مني نحن كمسيحيه نحن بدنا تبشير صح يعني بديش لك مثلا كنيسه اورثوذكسيه او كاثوليكيه او هدول بدل تبشير اخي من... اخي نزار <applause> يعني انا بقول لك اعمل جهدك انت بساعة الحياة عن جد المسيح قال يعني قبل ما تشوف الخشبة الأشي اللي بعين اخوك شيل الخشبة من عينك. يعني نحن علينا نصلح من نفسنا بالاول كمسيحية تنوكل السيدة مضبوطة للاخوة الغير. يعني مثلا انا كنت مسيحي على الهوية وكنت معمد وكنت اعمل رزيلي واسكر واشتم وسب وما بخلي شو ما أعمله لما عرفت المسيح معرفه حقيقيه سكن بقلبي هو وعرفني الطريق المضبوط. عم اخي زار انا عم بسمعك اخوي، عم بسمعك يا اخ منصور. اه وانا بألف بيتي مضطهد، يعني المسيح قال ما جئت لالك سيف اللي يفرق الاب عن ابنه والبنت عن امه اعداء عن الانسان حباتها. اهل بيته كما قال يسوع واعداء الانسان اهل بيته، يعني اللي بده يتبع المسيح بده يضغطوا انا ما ضل عندي صاحب ما ضل عندي رفيق ما ضل عندي حدا احكي معه، ليش؟ لاني تبعت المسيح م. ربنا يحميك يا اخ منصور ربنا يحميك وكمل بشهادتك بأماني لكن باستقامة حب الجميع لا. واشهد عن الرب حبيبي يسوع حبيبي للجميع حبيبي نزار تفضل انا كنت بالاول اكره كنت احقد لما عرفت المسيح صرت احب عدوي مثل نعم. هو قال يعني انا عم روح مع عده كنائس بس صراحه لما عرفت الرب صرت غيور على اسمه عم حبتي له وانا ما بقبل حدا غيره يعني بالكنيسه عم يصلوا لغيره عندنا مثلا بيطلبوا من القديسين والقديسين ماتوا لا فين يعملوا يعني شيء ولا شيء يعني كيف؟ تركوا المسيح ليش المسيح عبدوا القديسين وهذا الشيء غلط، انا مم. مم. ما هيك بعرف الكتاب ولا هيك علمنا المسيح. قال كل شيء بتطلبوا باسمي بعمله لكم مش باسم غيري. مم. طيب اخ منصور انا أه منك أه وزاعة الحياه بشر الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسة الكاثوليكيه والانجيليه كمان اخ منصور والانجيليه كمان يعني كنت معليش اخ منصور يعني اعذرني يعني التبشير لازم يكون للجميع انا بشكرك على هذه المداخله بشكرك من كل قلبي لكن عاوز اقول شيء مهم جدا اخ منصور انه المسيحي الحقيقي اللي المسيح ساكن في قلبه هي حياه بغض النظر إذا كنت مسيحي من أي خلفية مسيحية إحنا لازم فعلا نتوب أمام الرب مثل ما ذكرت أخ منصور فعلا نطلب وجه الرب ونركز على الخلاص بالرب يسوع المسيح ليس بأحد غير الخلاص لكن من ناحية أخرى الرب علمنا نحب الجميع يا أخ منصور وأنه نشهد بأمانة وباستقامة فكل الكنيسة المسيحية فعلا تحتاج إلى التبشير فعلا تحتاج الى افتقاد والى بشاره والى زياره من الرب يسوع، كلنا نحتاج افتقاد خاص ولا سيما في هذه الايام، لما منقارن مسيحيتنا اليوم عن اللي بحكيه في سفر اعمال الرسل شو شو اللي وين وصلنا احنا؟ لاي وضع وصلنا؟ شكايه ونميمه وحقد وكراهيه وعدم وحده وخصام وانقسام وكل هذه الاشياء ونقول إن نحنا مسيحيين، بنعرف نفبرك الايات نحكيها اللي بتناسب مصلحتنا لكن مش عايشين في مصداقيه بامانه. الرب يرحمنا والرب يتوبنا يا اخ منصور. خليني اخذ كمان مكالمة. خليني اخذ من ابو او من فريال بعدين باخذ من ابو مهند. اهلا وسهلا اخت فريال تفضل انت معنا على الهواء. الو اخي نزار سلام ونعمة المسيح معك سلام المسيح معك اهلا وسهلا اهلا اخي نزار الرب يسوع المسيح في انجيل مرقس عدد اصحاح 13 عدد 12 قال له كل الناس سيسلم الاخ اخاه الى الموت والاب ولده ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص لا. فاحنا ايماننا فالشهاده هو بسبب ايماننا للرب يسوع المسيح وتبعيتنا للرب يسوع المسيح وعدم نكران ايماننا لا اخي زار مثل الشهداء المصريين 21 شهيد اللي استشهدوا السكين على رقابهم ولم ينكروا الرب يسوع المسيح لا. هؤلاء الشهداء اما في في الدين الاخر الانسان اللي يقتل نفسه واللي يدافع ويقتل الابرياء ويدافع في سبيل الله فهذا اله م. لا يستحق العباده وهذا اله ضعيف لان احنا الهنا له كل المجد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك أيوة. ما جاء يقتل ويطلب من الناس أن يدافعون عنه م. وأخيرا القتلة في الكتاب المقدس قتلوا نفسهم أو قتلوا الآخرين من أجل أي سبب فهم لا يرثون ملكوت الله ولا يرون السماء والحياة الأبدية فالشهادة هي للمسيح فقط تبعيتنا نعم. له شكرا أخي شكرا يا فريال ربنا يباركك شكرا كثير على المداخل الحلوة خليني اخذ مكالمه من ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند معنا من الاردن ابو مهند تفضل مساء الخير مساء الخيرات اهلا وسهلا تحية محبة للأخ نزار كريم أهلا وسهلا أبو مهند أهلا بك حبيبي قال المسيح في كلامه الأخير للتلاميذ وتكونون لي شهودا وتكونون لي شهودا في في اورشليم والسامره والى اقاصي الارض. م. بعد الشهاده بعد الشهاده للمسيح تاتي شهادة لاجل المسيح م. لان التلميذ ليس افضل من معلمه لانه وردت في روميا قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عباده من العقليه اذا لم تكن اذا لم يكن الهدف من شهادتنا للمسيح هو استشهادنا لاجل المسيح فباطل شهادتنا يجب ان نستشهد لاجل المسيح لان المسيح مات لاجلنا مات لاجلنا لكي يرجعنا اليه ونكون من ابنائه أمين. البرره الصالحين شكرا لا نخدم لا لكي نخدم ننال مجدا او مدحا من الناس ولكن هدفنا هو المجد والشهره من عند الله ابينا السماوي ابو مهند يجب ان نفحص نفوسنا نفحص نفوسنا و... و... وداخلنا وبعد ذلك نتاكد ان خدمتنا هي خدمه منطقيه ومحبه وخدمه لاجل خلاص نفوسنا وخلاص من نحبهم. ابو مهند شكرا جزيلا. نشهد ونستشهد اخرا لأننا لاجل المسيح نحن ونعيش ولاجله نحيا ونموت. أمين. أمين. شكرا جزيلا ابو مهند. امين شكرا كثير حبيبي ربنا يباركك يا ابو مهند. يعطيك الصحه ويبارك بيتك وعيلتك كمان ويسدد كل احتياجاتك امين ربنا يباركك خلينا اخذ مكالمه من نهال من من بريطانيا اهلا وسهلا اخت نهال معنا على الهواء اهلا بيك يا اسيس نزار انا بشكر حضرتك جدا لانك وفيت وكفيت في الموضوع وانا مبسوطه من اصرار حضرتك ان كل مؤمن حقيقي يجب ان يبشر لان بولس الرسول لما بنقول انه قال بنفسه ويل لي ان كنت لا ابشر فالضروره موضوع عليا ففي ناس بتقول انا ما بعرفش ابشر ده دورنا بقى ان احنا نبشر بحياتنا وسلوكنا لان الكتاب بيقول انه انتم رساله الله المقروءه والمعروفه امام الناس فالناس الجهله اللي ما بتعرفش تقدر اه تقطع؟ لا انت معي انت معانا الناس الجهله اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب بيقرونا احنا وحضرتك يعني أوه. احنا نور العالم وملح الارض فحينئذٍ يرى العالم اعمالنا وده هو غرض كل مؤمن حقيقي امين اخت نهال ربنا يباركك وفعلا أنا... فضلي. نفسي اقول بس نقطه اخيره انه في الاسلام بمو... بمناسبه موضوع النهارده اللي هو الاستشهاد في الاسلام انا بقدم نفسي من اجل الله وبموت من... لاجله لكن في المسيحيه الله قدم ابنه ومات لاجلي والفرق شاسع جدا وعلى كل مشاهد انه يميز بنفسه الفرق نعم انا مش سامعه الصوت بس ربنا يباركك, يباركك. انا سامعك مستزل. اخت اخت نهال انا سامعك كويس وانا بشكرك جدا على هذه المقارنه كمان لانه فعلا مثل ما ذكرت قال يسوع ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه يسوع هو مثالنا واحنا منتشبه بيسوع المسيح والتلميذ بيتبع القائد وصفات القائد وطبيعة القائد وحياة القائد وكلام القائد وتصرفات القائد بيتشبه فيه من كل ناحية وهذا هو يسوع المسيح وها هي أتباع يسوع المسيحية الحقيقية طبعا اللي بيحب الرب يسوع من كل آه القلب خليني رح أخد مكالمة على السكايب من الأخ عيسى من لبنان اهلا وسهلا اخ عيسى انت معنا على الهواء. اخ عيسى انت معنا على الهواء. نعم نعم انا اخ عيسى انت معنا على الهواء تفضل. عم بسمعك. طيب فقدنا المكالمة خليني اخذ مكالمة اخرى. عباس من الكويت اهلا وسهلا اخ عباس تفضل. السلام عليكم يا العافية أخوي رحمة الله عليك أهلا وسهلا أخوي عباس ربنا يباركك حبيبي, حبيبي ربني الله يحفظكم كلكم من المسلمين والمشاهدين اللي يحفظ الله عز وجل حبيبي ربنا يباركك يا أخ الله يحفظكم ويحفظك ويباركك تفضل على السريع أخ عباس أنا أعطيكم أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا أنت أيضا بعضكم بعضا يوحنا 12 أربعة ثلاثة ناية الخطأ منهم شهيد الشهيد الشهيد, الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله وبدون مقابل وبدون كلمة شك لإسعاد الآخرين لإسعاد الآخرين ها ولإنقاذهم من المشاكل اللي هم فيها كثر ما يقدر يعمل خير لأجل الله يسال اخوانه المؤمنين البشريه كلهم بدون استثناء مثل لو ننظر الى هؤلاء الذين يفجرون انفسهم على يروحون جهنم ما يروحون جنه ما ادري هذول يدورون الواحد فيهم ان يقتل اكبر عدد من البشر وان يرمل اكثر عدد من النساء وان يرتب اكثر عدد من الاطفال المساكين هذول هم ابناء او احفاد ابو سفيان ومعاويه ويزيد وابن تيميه، هذول هم اشرار هذا الزمان، هذول هم شياطين هذا الزمان، أحذروهم هذول بعيدين عن الاسلام نهائيا ولا يعرفون اي شيء عن الاسلام، هذول هم شاق. ومن وين يحذرون؟ تصدق اخوي يحذرون من الازهر، السبب الرئيسي الازهر، السبب الرئيسي وين على اعتبار علماء من القرى أخوي عباس 20 سنة 25 30 سنة أخوي عباس أخوي عباس عاوز أقول لك إنه مداخلتك وصلت وأنت عبرت يعني بأجمل تعبير وأنا بشكرك من كل قلبي عباس إنك وضحت إنه مش الناس اللي بتقتل الأبرياء واللي بتدمر حياة الناس وذكرت عن الأرامل وذكرت عن الأطفال و إلى آخره العواقب طبعا أنا مثل ما في البداية هؤلاء قتلة وطبعا بيروحوا على جهنم ومش بس أي جهنم قاع الجحيم من تحت خليني أخذ كمان مكالمة من القسيس موريس أهلا وسهلا قسيس موريس أنت معانا على الهواء سلام ونعمة أخي النزار ولجميع المشاهدين أهلا وسهلا أخوي موريس حابب أتدخل في ملاحظة هنا على انه كل هاي الاشياء اللي عم بتصير وصارت معنا هذه اشياء مش فجائيه الكتاب المقدس حذرنا من هذا الموضوع ولا سيما انت ذكرت عن شاول قبل ما صار بولس انه هو كان يضطهد الكنيسه ويضطهد شعب الكنيسه كمان في هذا الوقت فاحنا هنا ما علينا الا ما نتحد كما اتحدت الكنيسه الاولى وبالصلاة ونرفع إخوتنا في الجسد وأخواتنا بالجسد أمام الرب يسوع لكي ما بالفعل يتدخل وي... مثل ما ظهر لشاؤل بالقديم ومن خلال ظهوره لشاؤل بالقديم تغير اسمه إلى بولس بنصلي من, من أجل هؤلاء الناس إن الرب يتدخل فيهم ويظهر لهم برؤية أو بحلم علشان يتغيروا ويصبحوا شهداء للرب يسوع احنا ما علينا انه نهاجم الناس ولا نعمل مع الناس ولا اخوتنا لكن لازم نرجيهن المحبة ونرجيهن انه احنا الرب يسوع كمان مات من اجلهن وبحبهن مثل ما بحبنا احنا وبسامحهم وبده اياهم يتغيروا من الظلم الى النور م. فتعالوا يا اخوتنا المسيحيين في كل مكان بكفي انه احنا نتجرأ او نحكي عن الناس تعالوا نتجرأ ونتحد بالصلاه كرمال هؤلاء أكيد. الناس مثل ما الرب يسوع خلصنا من الظلم ودخلنا الى النور أنه الرب ايضا يظهر لهؤلاء الناس ويدخلهم الى نوره العجيب اشكرك اخي المبارك شكرا كثير اخي موريس كثير كثير حلو وانا بشجعك الى الامام حبيبي وان شاء الله باذن الرب نلتقي مع بعض في أكيد بلدنا اكيد اكيد شكرا كثير اخ موريس ربنا يباركك حبيبي ربنا فعلا مثل ما ذكرت وشجعت كمان من خلال الايه أنا عاوز اقول في الختام الكتاب بقول كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه طبعا خلال الناس اللي كانت بتتالم وتضطهد وتقتل في كانت تصحبها معجزات كثيره ورؤى وامجاد عظيمه الى درجه كانت ترعب الاعداء وهي تقوم في عملية التعذيب أو عملية الإرهاب فنحن نتطلع إلى المجد أن الرب يسوع المسيح في يوم من الأيام مكتوب أنه سيمسح كل دمعة تصور الرب يسوع سيمسح كل دمعة من عيونهم سفر الرؤيا إصحاح 21 آية أربعة في أمجاد سماوية إحنا مننتظرها على الأرض إحنا بنتعاطف مع إخوتنا في الجسد يعني الجسد واحد بيتألم كل الجسد بيتألم الشخص اللي بيتألم في مصر المؤمنين بيتألموا في كل مكان الشخص اللي بيتألم في الجزائر ولا بيتألم في المغرب كل الجسد جسد المسيح الكنيسة تتألم في كل مكان نتعاطف نتألم معهم أيضا هذه الرؤى المجيدة بتخلي الإنسان يقبل الآلام حتى إيش ينطلق من هذا العالم الحاضر هذا العالم الشرير شيء آخر مظبوط اللي بيدفعنا المحبة ونهاي عطية إلهية موضوع الألام والعذاب لكن تذكر أنه الرب يسوع لا يتركنا هو معانا حتى يساعدنا في وسط أتون النار وأن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا وانه لم تصبكم تجربه الا بشريه، لكنه امين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربه المنفذ لتقدروا ان تحتملوا، وان كل الاشياء تعمل معا للخير، الله يحبك فالحياه على الارض يعني بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، الحياه على الارض احنا غرباء، كل وظيفتنا على الارض انه نشهد ونبشر ونكرز باسم المسيح، وفعلا هذا الجسد يقوى لأنه المسيح وعد أنه سيبني كنيسته وفي الختام أقول أنه المسيح وعد بالأكليل أعطيك إكليل الحياة في أكليل كثير في الكتاب المقدس إكليل لا, لا, لا يضمحل لا يفنى إكليل لا يفنى إكليل البر إكليل الفرح إكليل المجد وهكذا أكليل يمكن في اكاليل كثيره بتنتظر المؤمن اللي فعلا تالم من اجل يسوع المسيح، حتى تستكمل سحابه الشهداء ونكون فيقول لكم شهاده مثل ما بقول الكتاب. خليني اقول ايضا شيء اخير انه ليس يتالم المسيحي او يموت ليس طمعا في الجنه. لانه فعلا لي الحياه هي المسيح، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. لكن فعلا لانه بحب المسيح لانه عاوز اشهد عن المسيح فاذا حياتي كلها تعكس نور ومجد يسوع المسيح الى اللقاء والرب يباركك